اوكي، صباح النور الناس الكل. اليوم ان شاء الله اول حاجه باش نبدا بها هي الكوريكسيون تاع كتابي اللي عطيته لكم، ومن بعد ان شاء الله نبدا ونخدموا المانيبيولاسيون دي زيتيليزاتور. وفما حاجه تري تري امبورطون هما لي بايب. لي بايب هي كتيغي مش سلاش، ما تلقاها تيغي واقفه، نستعملوها برشا 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 في لينكس، دونك لازمكم تفهموها. سي سا كوا. اوكي، دونك خلينا نلانسي التيرمينال نتاعي. اوكي، لا اله الا الله محمد رسول الله. فينو تي بي جو بونس هذا هو. اوكي دونك هذه انا ريزونتور. اوكي دونك شنو طلبت منكم هاني؟ اوكي دونك قلت لكم كريت ذا فولوينغ فولدر اندر تي ام بي. عندك سلاش تي ام بي فولدر 1. لهنا يجاوب كلهم لاصقين في بعضهم. بون لهنا حاجتي باش نصنع فولدر 1 اندر تي ام بي، باغي فولدر 2 اندر تي ام بي، ومن بعد اندر تي ام بي حاجتي تي ام بي دير 1 وتحته دير 2 وتحته دير 3. دونك كيفاش باش نعمل الشيء هذايا؟ سي تري سامبل. اول شيء لازمني نمشي تي ام بي، ومن بعد قلنا شنو الكوموند باش نصنع به الفولدر، هي mkdir make directory. الفولدر الاول هو اسمه فولدر 1، الفولدر الثاني اسمه فولدر 2. اوكي لهنا كنت نجم نعمل زيادة mkdir فولدر 1. ما تقول ليش من بكري قاعد نخدم وحدي. اوكي عليه نفسخ كل شيء. رمف فولدر دابا دونك البارتاج. اوكي تشوف في الاكران تاعي ولا ما زلت؟ وي سي بون. اوكي دونك جو ريبرون. دونك قلت لكم لهنايا كري ذا فولوينغ فولدرز. هنا باردون جو مي رون كونت كان تاو، مي لهنا فما با مال دو سباس لازم يكونوا موجودين. دونك لهنا حاجتي نصنع الدوسي هذايا تي ام بي فولدر 1 تي ام بي فولدر 2 و تي ام بي دير 1 دير 2 دير 3. اوكي دونك اول حاجه نجم بور سامبليفي لي شوز نجم نمشي سي دي تي ام بي. نعمل بون اني كنت لهنا نمشي سي دي تي ام بي. لهنا نعمل mkdir هي الميك دايركتوري باش نصنع دايركتوري جديد. الكوموند mkdir نجم نعمل فولدر 1، بعد نرجع بالفلاشة فولدر 2 كيف ما كنت نجم نعمل mkdir فولدر 1 اسباس فولدر 2 باش يصنعهم لي نفس الشيء. بون هنا حتى كان مش نعاودها مش يقول لك ديجا اللي اكزيست باهي. ومن بعد قلت لكم لهنا اصنع لي تحت تي ام بي حاجتي بالدير 1 والدير 1 تحته دير 2 والدير 2 تحته دير 3، معناها اربوريسونس كامله. دونك لهنا انت تنجم تصنع اول شيء ام كدير سامحوني فينو اهو فوالا. دونك لهنا كوموند ام كدير دير 1 سي دي دير 1. هنا مش تقول mkdir dir2 cd dir2، هنا مش تقول mkdir dir3. لهنا كان نعمل ال مش نبقى dir3، نطلع نزيد نطلع نرجع ال نكبرها هذه. دونك
هواهم لي دوسيي اللي صنعناهم عنا الفولدر 1 عنا الفولدر 2 عندي الدير 1 كي ندخل فيه الدير 1 نعمل ال دير 1 باش نلقى الدير 2 نعمل ال دير 1 دير 2 باش تلقى الدير 2 انسي دو سويت. مي لهنا شنو هاني علاش حبيت نقول لكم نخدموا هذا بالذات لاربوريسونس طويله على خاطر انت سيبوزون انت قلت لك اصنع لي تحت التي ام بي دير 1 دير 2 دير 3 انسي دو سويت لحد دير 10 ما كنش تقعد كل مره تصنع ام كادير دير 1 ابخي ام كادير دير 2 انسي دو سويت. فما كوموند تري سامبل باش تصنع لك ميم اذا كان البارون نيكزيست با. هم شنو نوريكم كيفاش. ديجا عندي باش نفسخ الدايركتوري نعمل rm و rf دير 1 اوكي نفسخ نجم نعمل هني mkdir دير 1 سلاش دير 2 سلاش دير 3 اوكي تاو كان مش نعمل اكزيكسيون هيك الكوموند مش تمشي. علاش؟ على خاطر هو كيف مش يبدا يصنع باخر واحد الدير 3. الدير 3 فين موجود؟ في الدير 2. مي الدير 2 ماهوش موجود. الدير 2 زاد حتى كان مش يصنع موجود في الدير 1. الدير 1 الوغ كو هو ماهوش موجود. دونك لهنا فما ان تي بارامتر نزيدوه للكوموند ام كادير اللي هو موان بي. الموان بي هذا يقول له حتى اذا كان البارون نتاع الدايركتوري ماهوش موجود اصنعه لي. اوكي دونك لهنا كان نجي نشوف توا هلال دير 1 ها نلقاه في وسطها دير 2 كان نعمل هلال دير 1 دير 2 يلقى في وسطها دير 3. شفتوا هالبي هذه تصنع لك البارون حتى اذا كان ان اكزيست با. خاطر لهنا دير 2 دير 2 فوالا هو البارون نتاع دير 3 الدير 1 هو البارون نتاع دير 2 اي انسي دو سويت. اوكي بي هذه قال لك كرييت ا فايل اندر يور هوم دايركتوري وذ كونتنت اوف يور تشويس يوزين في ام اديتور. لهنا فما برشا ناس غلطت في الكيستيون هذا. كنقول لكم اندر يور هوم دايركتوري معناها الهوم دايركتوري نتاع اليوزر نتاعك. لهنا الهوم دايركتوري نتاع اليوزر نتاعك وكيف ما قلت لكم اخر مره تو لي زيتيزاتور الهوم نتاعهم موجود في سلاش هوم. دونك لازم تمشي لهنا تمشي اول شيء سلاش هوم لهنا كان تعمل اليس اني لهنا اليوزر كونكتي هو عبدو. دونك سون هوم دايركتوري هو سلاش عبدو هذا. دونك مش تمشي سي دي عبدو ال اوكي لهنا عندي تو مي في شيء. دونك لهنا شنو مش نعمل مش نصنع في شيء وقلت لكم لهنا تصنعوه بالفيم اديتور. شفت فما برشا ناس تعمل هيك تاتش تيست ومن بعد يقولوا فيم تيست. اوكي سا سي فري. بون لهنا مش ندخل في المود انسيرسيون خلينا نطلع الفوق شويه ندخل في المود انسيرسيون نكتب اي حاجه بعد تعمل دبليو كيو اوكي هذا صحيح. ما هيك قاعد تطول في الحكايه على روحك يعني مش مفسخ في شيء رم تيست. اوكي التاتش هذيك جوست مستصنع لك في شيء فيد اذا كانت تحب تخليها فيد بار ديفو انت. ما تبقينا تنجم زاد انت بار ديفو تدخل بالفيم. دونك تنجم تعمل فيم تيست لهنا اي بور اونتري اون مود انسيرسيون تكتب اي حاجه ومن بعد دو بوان رايت اند كويت. عليكم السلام. تولي ديجا كان نعمل الال تيست ديجا هانكم شفتوها هذه الي كريي 7h10 عندها تاي 12 بايت عندها لي بيرميسيون اللي حاجتي بيها. دونك تخدم بالتاتش وقت اللي حاجتك جوست تصنع في شيء تصنعها فيد ليترالمون فيد. مي ابار سا تنجم ديريكت تدخل بالفيم تعمل ليديسيون نتاعك ومن بعد تعمل سوف جارد هكا. باهي كيفاش؟
Les grands criminels, est-ce que tu peux les grandir un peu? Oui, bien sûr. Tu sais quoi? Attends, on est en train de mettre le profil jadid fi hada. Profile Linux Training. Hada هو ici. CD Home. Tu vas نشوف. Ok. Okay. B. Hey, throw the same task in two but using nano instead. Same images, donc l'hne. Attends, normal. Nano. J'ai pas besoin de passer par touch. Test. Nano, par exemple. Hey, ben nano, tout le direct. Déjà, on a le curseur clignoté. Donc là, on peut détecter si il y a quelque chose. Il y a quelque chose. On a une loutre. Chapeau X exit. Côté comme chapeau, nous avons le contrôle. Donc, nous avons le contrôle X. Il faut que save modified buffer. Il faut yes. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait le SMTS. Il faut que nous avons le oui. Et bon, c'est bon. Tu as fait le nano. Tu as fait le nano. Le VI. Test. Je vais faire le même temps. Ok. خلينا نكسبتيو الناس ليه شنو عندنا هذي قال لك change permission of TMP folder 1 to read write for the owner nothing for the group دونك لهنا folder 1 HTTP read write for the owner nothing for the group and all permission for the others. Donc, في هذي مش نمشي CD TMP. قلنا كيفاش مش نبدلو لي بيرميسيون تاعنا هي CH mode change mode نقصدو بها. كيفاش قلت لكم هنا عندك read write for the owner. دونك read write كان مش نرجعو لك البريزونطاسيون اللي عملناها اخر مرة. Attends juste dans le bras quelque part. Formation Linux. Non, il n'y a pas besoin de celle-là. Ah ouais. Donc, nous avons dit qu'on a read write for the owner. L'owner dit ma ou ou le wahed al-lisar. Read write, manéha hedemahum, les deux kahou, manéha 4 plus 2, manéha 6. Donc, ou le wahed 6. Narja marochran chouf le bec. Hashti, nothing for the group. Le groupe. Attends. Le groupe هو triplé ثاني قلنا nothing donc مش نحط 0 ومن بعد قلت لكم nothing for the group and all permission for the others all permission donc all permission هو triplé ثالث بالكل هذا for others قلت لكم all permission donc لازمهم يكونوا RWX معناها 4 plus 2 plus 1 اللي هي قداش 7 607 folder 1 تاو كان نعمل LL كبيرة هذا بي مش مشكل عطان قواها هو هي الفولدر 1 دونك عندي triple لو read write for the owner nothing for the group all permission for the others on est d'accord بي نتعدى هذا سي بون ومن بعد قلت لكم هذه try to edit the file etc hosts why it is not possible to edit it allez on va essayer
Donc, VI est ici hosts. Déjà, G majuscule, G fi r bar, ligne بالضبط, ننزل على O, باش يحل لي ligne جديدة. نكتب لهنا test. De point x ou les deux points right and q, et c'est pour cela déjà le fichier est read only, n'est-ce pas? Les déjà déjà un petit milieu, mais le fichier est le pas mal l'autre qu'on a n'ajmou dès le début. Ok, et d'ailleurs, je m'ajmou je n'aime l'édition de le fichier est ok. Bé, et la correction TTP interne. Nous avons essayé d'attaquer le parti intérieur. On a déjà oublié les pipes. On a déjà oublié les pipes. Alors, moi, je nomme les pipes. On a de façon à dire. Par exemple, là, dans le TMP, on a mis la CD Chrome. Abdo documents Linux training. هذا هو الدوسيه اللي قاعد نخدم عليه. باهي لهنا كنعمل ls. اوكي عندي دو فيشي ll باش نراهم باللونج ليستينغ. لهنا بار اكزومبل سيبوزون اني عندي بامال دو دايركتري. أتون نرجع نشوف كل شيء في الدوكيمنت متاعي. هنا عندي برشا حاجات. أنا نحب نعمل فلتر كان على كلي فيشي بار اكزومبل كان على فيشي بي دي اف. اوكي كيفاش مش نعمل يعني كي نعمل ال مش يعطيني كل شيء. اما نحب نعمل فلتر كان على فيشي بي دي اف متاعي. حاجتي وريني هذه هذه ainsi de suite seulement les PDF. Donc نجمو نعملو LL ومن بعد عندنا البايب. هذايا البايب كيفاش تصنعو ال LGR اليمين متاع اللي بحال الاسباس متاعك والسيس هنا تلقاه ديجا تيري موجودة. هذيك السيس فين تحط التيري دو سيس هذيك. ومن بعد تقولو عندنا مو كلي اللي هي جريب. جريب هذيك كان قلتلو شيخشي مش تقولو بي دي اف. دونك توا شنو طلعلي؟ طلعلي سولمون لي بي دي اف. وهذه الكوموند نتاعنا كيفاش نخدموها؟ سي تخي سامبل. اون فيت ال ال هي مش طلعلي كل شيء هكا. كي تعديلها البايب كان قلتلو اسمع شفت السورتي نتاع الكوموند هذيا مش تولي كانها اونتري للكوموند اللي من بعدها. دونك لهنا الالال مش طلع لك هذا الكل. هو مش تولي ياخذ هذاك الكل كانه اونتري ومش يابليك عليه الفلتر هذا هو اللي هو الجريب. مش يعمل ريشيرش سولمون على البي دي اف. اوكي دونك هذه مش طلع لي كان بي دي اف. نجمو احنا نزيدو نطولو فيها اكثر. تنجم تحط دي بايب على قد ما تحبه. دونك توا مش تقول له اسمع جريب سولمون على اللي اللي فيهم كاف. هذه كيف من هيك هانكم شفتوا لهنا عندي دو كاف مينوسكول وواحدة كاف ماجسكول. دونك لهنا مش تقول له جريب كاف طلع لك كان هذوما. هاتون هذا خليني جوست اوكي. دونك لهنا كان شفتوها في الكاف سيت فواسي طلع لي كان هذا مزوز. باغ كونتر يعني عندي واحدة اخرى فيها كاف مي كومام هو ما طلعها ليش. علاش خاطر كيف ما قلت لكم اخر مره لينكس is case sensitive. دونك بالنسبه ليه مش كيف الماجيسكول كيف المينيسكول ils sont totalement différents. دونك لهنا كي مش تقول له انت جريب هكا بار ديفو مش ياخذها على باز نتاع
سنسيتيف دونك اللي عطيته له مشي لوجع عليه بالضبط. باغ كونتخ كان تحب تقول له اسمع ما نحبه نحبها انسنسيتيف دونك لوج لي اي حاجه كاف انديبوندامون كيفاش مكتوبه، كاف كلها مينيسكول، كاف كلها ماجيسكول، كاف سولمون سي ماجيسكول، كاف سولمون الاف ماجيسكول، كان السي والاف ماجيسكول، اون سون فو، المهم فما كاف. دونك لهنا تولي تدخل اوبسيون جديده على جريب اللي هي موا اي، موا اي نقصدوا بها انسنسيتيف. اوكي انسنسيتيف دونك ils sont fous من لي كاركتير، ils sont lower case ولا upper case، majuscule ولا minuscule. دونك cette fois-ci كي مش نعمل شيء هذا باش يطلع لي هذوما الثلاثه، حتى الكاف هذه بالماجيسكول cette fois-ci باش يخدمها. اوكي ولهنا بون بار كوانسيدونس طلعهم لك كلهم اللي يبداو بالكاف، مي اون فيت لي غريب مش تمشي تلوج في كل شيء باش تلقى لك الكاف هذه. حتى لهنا نصنعاني في شيء بار اكزومبل تاتش تيست كاف بون بي دي اف. اوكي دونك لهنا كان باش نعاود الكوموند نتاعي وفوي تو حتى الكاف نتاعي مش يطلع حالي في شيء. اللي نحب نوصله لكم في الكاه هذه اللي انديبوندامون من البوزيسيونمون نتاع السترينغ هذاك اللي طلبناه في الموجود، اول الكلمه اخر الكلمه في الوسط، اون سون فو، لو بلوز امبورطون اللي يكونوا اتاشي. معناها كان فما كان نصنع في شيء من هذه تاتش تيست سي ا ولا هيك علي سي اكس ا اكس اف بوان PDF. Cette fois-ci, le fichier est là, mais je ne suis pas là. À la خاطر, je suis là, je suis là, CAF, je suis attaché. Là, je suis là, CAF, mais ils ne sont pas attachés. À la خاطر, le grep, je suis là, string, je suis là, donc je suis là, je suis là, je string interne. Ok? Donc là, je suis là, je suis là, output. الاوتبوت هو السورتي نتاع الكوموند هذه، يولي انبوت نتاع الكوموند اللي من بعدها هذه. دونك في الالال الليسته الطويله هذيك كامله مش نلوجو كان اللي فيهم كلمه بي دي اف، مش يطلع لي الليسته هذه نتاع البي دي اف هذوما الكل، مش تعمل عليهم مره اخرى هذيك ما هي الاوتبوت. دونك مش تدخل مره اخرى، مش تولي الانبوت نتاع الجراب اللي من بعدها. وفي الجراب الاخر بالكل هذه شنو قلنا له، لوج لي على كلمة كاف دو فاسون انسنسيتيف، دونك عطاهم لي. فمش ديفيكولتي في هذي. هذا شبيه اوكي نو 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 اوكي مريقلي. دونك خلينا نرجعو لخدمتنا. بيه خلينا نخرج. دونك لهنا فيني الكوموند نتاعي هو بيه. توا نحب اني يطلع لي سولمون اللي يبداو بالكاف سيت فواسي، سولمون اللي يبداو بالكاف. سامحوني فما شكون سيت فواسي حاجتي كان اللي يبداو بالكاف، معناها رجع لي هذوما كهو هذي نو. دونك مش تكون نفس الكوموند مي سيت فواسي سامحني كريب موان اي كاف اوكي. دونك في هذي مش تولي ان بو كومبليكي. علاش الكوموند هذي اللي خدمتها اني شابو هذيك قلت له اسمع حاجتي بس الشين دو كاركتير هذي تكون موجوده في اول الليني، مي بار كونتر بالنسبه لي هو هواهو شنو اول الليني هذا. فوي دونك
في الكاهي هذه كيفاش مش نعمل؟ معش مش نخدم بالألال، نخدم جوست ألاس. دونك بالكوموند هذه شنو رجع لي؟ الألاس هي كالعادة مش عمل ليستينج للدوكيمنتس متاعي، الاوتبوت نتاعو مش يعديها كوم انبوت الكوموند اللي من بعدها مش يلاوي سولمو علي في شي بي دي اف، من بعد كيف ما قلنا مش يلاوج لي علي في شي كي كونتيان كاف ان سنسيتيف و انديبوندامون بوزيسيون نتاعها. باغ كونتر سيت فوا سي كان نعطيه الكاف، شفتو هذي شابو نقصد بيه الكاف تكون في اول الكلمة. كان لاحظتو الديفيرونس ما بين هذي وهذه اللي هذه ما ظهرتش على خاطر الكاف ما هيش موجوده في اول الكلمه. اوكي راكم ديجا شفتوها لهنا الشابو. اوكي يا جماعه باهي ديجا هذه دون كوتي الغريب شنو تعمل. فما عندنا حاجه اخرى اللي هي تعمل سي سكون ابل اي غريب، والا بون خلينا نخليكم في الجريب نزيد نعطيكم ديزيبسيون اخرين فيها. خلينا نعملو اليس في الدوكيمنت، عندي بامال دو فيشي ديجا لهنا. كان نحب نطلع اليس مو ال ولا اليل عليه اليل، نحب في الدايركتوري هذايا نحب نطلع كان لي لي دوسي. كيفاش نجم نعمل؟ ترى فهمش بروبوزيسيون حد يعطيني نحب في الدوسي متاعي نطلع كان لي دوسي. رؤوف الغريب باغي اوز اكسبريسيون ريغولييغ، مي نو الغريب هي جوست مش تعمل ريشيرش، لي اكسبريسيون ريغولييغ تنجم تعديهم كوم بارامتر بالنسبه للغريب. اوكي اذا كان ما فهمش الترناتيف، قلت الترناتيف ما فهمش فولونتير مش يعطينا حتى ايدي كيفاش مش نطلع سولمون لي دوسي. اني كيفاش قلت لكم قبل، قلت لكم باش تعرف الدوسي نتاعنا هذايا معناها الدوسي ولا في شيء ديما مش تشوف اول فاريابل لهنا. اول شيء دي هي دايركتوري، تيري معناها في شيء، وفما عندنا ال نقصدوا بها اليان. دونك مازال ما قريناهاش دونك ماهيش مش تظهر هذا. دونك لهنا انا شنو حاجتي؟ حاجتي بهذوما كل يبدا وبدي. ديجا نجم نعمل ال نعرف هذا هو الاوتبوت نتاعها، نعمل جريب دي مي سيت فوا سي دي مش يمشي يلوج عليها اخزر مش يجي مش يلقى هذا فيه دي مش يرجعهولك. هذوما ما بقولهم ديجا فيهم دي مش يرجعهم لك. بار كونتر الفيشي هذه زاده فيها دي مش يرجعها لك. نو اني حاجتي سولمون اكل اللي يبداو بالدي. دونك لهنا تنجم تقول له ديجا كان باش نحطو هكا دي هانا رجع حملولك الكول، مي باغ كونطخ انت تقول له اسمع نحب انك اللي يبداو بالدي سيت فوا سي باش يرجعلنا لي دوسي نتاعنا الكل. اوني داكور؟ هادي لحظة بلاي خلينا نعملها الهايد. دونك هذه رجعتها، وفما مش تعمل لانفيرس سي جو متخوم با تقريب هذه ديفيرون دو تي كريب. بون هذه لازم نشوفها على خاطر في بالي فما حتى بالجريب نجمو نعملو لانفيرس نتاعها. سيت فوا سي قلت له اسمع جيب لي كل ما هو يبدا بالدي، تنجم تقول له اسمع جيب لي كل شيء اللي ما يبداش بالدي. اوكي حقيقة نسيت كيفاش تخدم. دونك هذه هي الحكايه نتاع الجريب. لي بايب ما يخدموش كان بالجريب، لي بايب يخدموا في اي حاجه اخرى. بليتو لي بايب يخدموا في اي حاجه اخرى. بار اكزومبل ها مش نعطيكم حاجه لهنا نفس الشيء مش نعمل الال في الدوكيمنت نتاعي. اني بار اكزومبل حاجتي باش نشوف كل ما يجي بعد كلمه عبده. اوكي دونك لهنا
LL مش يعطيني الاوتبوت متاعي هذي الكل. دونك هذايا مش نعمل له processing مرة أخرى، فمعنا command اسمها cat موان دي نقصدو به الديليميتر نتاعنا عبدو موان اف ان شنو قالك هذيا كات the delimiter must be single character. اوكي دونك اوكي مابات سوسي نطلع نخدموها هذي نخدموها بالاسباس. دونك لهنا الكوموند نتاعي شنو عملت بالضبط هي هواي الال مش تعطيني الخدمة الكل هذه الكل عليه مش تعطيني الخدمة هذه الكل. وين الكوموند نتاعي شنو عديت له موان كات كات بلوتو موان دي هو الديليميتر نتاعي عطيته الديليميتر نتاعي هو ان سامبل اسباس وقلت له اسمع امشي لوج لي على الفيلد نمبر 1 دونك لهنا مش يجي الكل ليني مش يلقى عنده هذا اسباس عنده هذا اون فيت سباس مش ياخذ انا هو الفيلد هذا ديما يبدا عندك هذا الفيلد 1 هذا الفيلد 2 اوكي يعني قلت له افيشي لي الفيلد 1 دونك باش يرجع لي ديما البارتي هذي علي ليني الكود اوكي ديجا كان مش نعطيه تاع الفيلد 2 مش يعطيني الباقي الكل. علاش ما زلت نفس الشيء هذي اسباس بون الفيل 2 بالنسبه لي هو على خاطر ديجا بعد الاسباس نتاعنا بون خلينا نرجع لكم هذي هو الديليميتر نتاعي هذي دونك الفيل 2 هو هذا البارتي هذي دونك الي فيد باغ كونتر كان نعطيه الفيل 2 و 3 جو بونس نجمو نعطيه فيل 2 و 3 فوالا طلعهم لي الكل هاوهم مرة أخرى باش تراوهم هذوك من الأن و دو تروا و نسيت سويت منين جايبهم هو جايبهم هذوما ها أوكي دونك البايب لازمكم ديما تفهموها بالفاسون هذي كوماند 1 بايب كوماند 2 بايب كوماند 3 كوماند اكس اوكي هذه هي الفورمه نتاعها ديما الكوموند الاولى الاوتبوت نتاعها il devient l'input نتاع الكوموند 2 هذه الكل مش يولي الاوتبوت نتاعها مش يدخل كوم انبوت للكوموند 3 et ainsi de suite jusqu'à arriver ici le command x moins 1 l'output نتاعها مش يولي input نتاع command x اي حاجه تجي على بالك اي command تمشي راهي البايب هذيك هي الباز نتاعها الاوتبوت نتاع command moins 1 هي الانبوت نتاع command نتاع command نتاعنا اوكي باهي هذا بالنسبه للي بايب عندنا تو باش نشوفوا حكايه لي زيتيزاتور اللي هي حاجه بريمورديال زاد اوسي في لينكس دونك لهنا انا ديما قاعد نكونكتي لهنا ديما قاعد نكونكتي بالزيتيزاتور نتاعي اللي هو اسمه عبد اوكي ديجا باش نعرف دي زانفو على الزيتيزاتور نتاعي نجم نعمل اي دي باش يعطيني هذا عبدو سي كوا سون يو اي دي يوزر ايدنتيفاير دو شنو الجروب اللي نتاعو هو اي دي جروب اي دي هذيا ومن بعد كيل سون لي جروب اللي سي عبد الله هذايا il fait partie دونك اني j'appartiens toujours le groupe نتاعي j'appartiens le groupe pseudo بون j'ai d'autres groupes نورد في بي ان et docker بالنسبه للناس اللي تخدم في الدوكر تعرفني على زيد تروح للجروب دوكر اوكي دونك لهنا انا نحب نشوف كيفاش نزيد يوتيليزاتور جديد بار اكزومبل نحب نزيد يوتيليزاتور توتو يوزر في لينكس هذه تري سامبل مش نزيد يوتيليزاتور احنا كيف مش نزيدو مش نقولو زيد يوتيليزاتور هكا بالعربي الوغ باللونجلي هي اد يوزر لهنا مش تولي ان بو انفيرسي هي يوزر اد اوكي مش تحط لهنا من بعد نون يوتيليزاتور نتاعك باغ اكزومبل مش نزيد توتو مي تبقينا سيبوزون انت ما تعرفش شنو هما لي بارامتر نتاعها دونك كيف ما قرينا قبل عن الكوموند مان اللي هي مانيو اوف يوزر اد
donc يعطيك كل شيء. ديجا يوزر اد كيس كل فيه create a new user or update default new user information. كيفاش تخدم يوزر اد؟ مش تعطيها تو لي زوبسيون اللي حاجتك بيهم. اي حاجه ما بين لي براكيتس هذوما راهي اوبسيونيل. ديجا هنا قال لك لي زوبسيون مي لو بلوز امبورطون اللي هو اللوجين. اوكي دونك لهنا عندنا بامال دوبسيون. لهنا عندك اذا كانت تحب تصنع هوم دايركتوري سبيسيفيك لهنا كانت تحب تصنع له معناها ان جروب اي دي خاطر بار ديفو كان شفته اني عندي اليوزاتور عبدو عنده جي اي دي 1001 جو نسي با سي جي اجوتي دوتر يوزاتور او با مي ديما سي دو فاسون سيكونسيال يوزاتور هذا 1000 اللي من بعده 1001 اللي من بعده 1002 اي انسي دو سويت. دونك هذه الجروب اي دي il va affecter le dernier groupe ID plus 1. Mais لهنا اذا كانت تحب تصنع يوزاتور بجروب اي دي معين بار اكزومبل نقولوا 7062 c'est à vous de le faire. Donc لازمك تعدي البارامتر هذا موان جي وبيان ايفيدامون تعدي لو جروب. اوكي اوكي هذه موان جي ماجسكول كان شفتوا هنا الديفيرونس نتاعهم. لهنا مش تعطي لو جروب لهنا مش تعطي اون ليست دي جروب. اوكي اوكي لهنا مو ام باش يصنع لك هوم دايركتوري نتاعو سينو بار ديفو هو ما يصنعش. دونك خلينا نخرجوا ونجربوا سي ليوتيزاتور هذا يوزر اد مش نسميه توتو خلينا نخدمها هكا توكو. ديجا اول حاجه هذه ماهيش مستخدم علاش خاطر الجستيون دي ليوتيزاتور سي اون تاش هاي ليفل بار اكزامبل على خاطر هذه حاجه ماهيش كلام مش تلعب بها انت اني لهنا ليوتيزاتور عبدو دونك لازمني نبقى في البيريمتر نتاعي ما نجمش نلعب ما نجمش نزيد دي ليوتيزاتور اخر ولا نبدل المود باس ولا كوك سوا. هذو كلهم دي تاش دادمينستراسيون اللي هما ما يخدموا كان بالutilisateur root. حتى نوصلوا للutilisateur root. utilisateur root سي تري دونجرو على خاطر ما عندوش دي ليميتاسيون ينجم يعمل اي شيء. اوكي دونك لهنا باش نعمل الكوموند نتاعي هذه اون طونك utilisateur root نزيد قبلها sudo. لهنا مش يطلبني في المود باس نتاعي. اوكي دونك لهنا نعمل اي دي توتو باش نشوفو تصنع ولا اي بان فوالا عندي الاي دي توتو الاي دي توتو قلت الاي دي توتو اليوتيزاتور توتو هذايا عنده ان يو اي دي 2004 الى ابارتيان او جروب توتو بار ديفو. خاطر هذه لازمكم حاجه تعرفوها اي يوتيزاتور نزيدو باش تصنع جروب معاه بار ديفو بنفس الاسم. اوكي مي لهنا يعني قلت لكم اي يوتيليزاتور نصنعوه مش يكون عنده هوم دايركتري. دونك كان نمشي اولا نعمل هاتو لهنا ال تاع سلاش هوم نو التوتو هذا ما عندوش هوم دايركتري. وين نحب عنده هذا هوم دايركتري؟ نحب عنده انفيرونمون فين يولي يحط فيه لي فيشي نتاعو كل شيء. دونك اوكي نجمو نعملو create home ديجا في المانيوال user اسمعوا يا جماعة باش تعمل الريشيرش في الهوم في المانيوال بيج هوني تتحلت باش تعمل ريشيرش تعمل ثبتو في الكروم من اللوطة بالكل على اليسار عندك دو بوان سلاش دو بوان سلاش مي نو دو بوان اي دو بوان سلاش moi M non ma t'as bizarre tiré de mais non mais bon l'option هذه زادها تنحطها في
لي زانفو بور لو بروشين فوا. عندنا نجم نعديو لهنا كرييت هو هكا الفيرسيون لون، سينو تنجم تعدي سولمون ان بارامتر هو موان ام. اوكي دونك لهنا اني هم نمشي نفسخو ونعاود نصنعو من جديد. دونك لهنا يوزر ديل توتو ديجا نفس الحكايه، يوزر ديل هي ديليت يوزر تعدي توتو نفس الشيء. ما تنجمش تلعب مع لي زوتيزاتور على خاطر انت ماكش اوتيزاتور بريفيليجي، دونك لازمك سيت فوا سي تبدل له سودو. اوكي توا كان نعمل اي دي توتو il y a plus d'utilisateur, no such user. OK donc تمام مش نعاود نفس الشيء sudo اللي نعرف لازمني نعمل privilege escalation هذه نسميوها، ومن بعد تقول له user add moins m باش يصنع لي الهوم دايركتوري نتاعو اللي هو بعد توتو. اي بان سيت فوا سي كان نعمل ll home ها هو سي سايت تصنع له هوم دايركتوري بيان ايفيدامون il appartient à lui déjà توتو توتو هذا الاونر هذا الجروب نتاعو. اوكي باهي توا نحب اني نبدل المود باس نتاعو للسيتيزاتور هذا خاطر بار ديفو هو ما عندوش مود باس. لهنا كيفاش نمشي نبدل المود باس نتاعو؟ هي الكوموند نفس الشيء بون مش نفس الشيء بليتو لهنا الكوموند هي باس دبليو دي نقصدو بها باسورد توتو. هذه ديجا هنا قالك you may not view or modify password information for توتو على خاطر اني لهنا اني اوتيزاتور عبد دونك ما عنديش لي بريفيليج مش نبدل مود باس نتاع عبد اخر تاع اوتيزاتور اخر. باغ كونتر كي مش نولي نقول له نو اسمع هذه مش نخدمها هاني بالسودو سيت فوا سي مش ولي يكسبتي. دونك لهنا مش تحط المود باس اللي تحب عليها، انا حطيت اوكي ديجا لهنا يقول لك باسورد ابديتد سكسسفلي. دونك الاوتيزاتور هذايا توتو عنده مود باس وجو امريكا ما عنده حتى مشكل. توا لو كان مش نعمل له مرة أخرى اي دي توتو باش يعطيني كل شيء لي زانفورماسيون اللي تابعينو. باغ كونتخ سيت فوا سي شفتو لي جروب، الجروب إلا بارتيان سولمون أ سون جروب. اني سيت فوا سي نحب نزيدو الجروب نتاعي انا، كيفاش باش نعمل؟ دونك عندنا الكوموند يوزر، احنا شنو باش نعمل سيت فوا سي؟ مش اد مش ديليت، المرة هذي باش نعملو له موديفيكاسيون. دونك الكوموند يوزر مود موان جي الجروب اللي نحب نزيدو هو عبدو والديزاتور نتاعي توتو. permission denied نفس الشيء سي توتا في نورمال سودو بدلو. توا هاني مش نخدم لكم ادي توتو تشوفوا شنو الديفيرونس نتاعها. شفتوها لهنا طيرتو ما خليتوش في الجروب نتاعو، باغ كونتر زدتو سولمون الجروب نتاعي حطيتو في الجروب نتاعي ديجا هاكم شفتوه لهنا. دونك لهنا كيفاش اني لازم نصلحها؟ خاطر هذه نعرف اني حطيت هذه جي مينيسكول اكسبري، هذه جي مينيسكول قلت له شنو؟ قلت له اسمع ريت لوتيزاتور هذايا افكتيه ديريكتومون للجروب هذا، معناها نفسخه من الجروبات نتاعو القدم وافكتيه سولمون للجروب هذا. توا هنمشي نرجعو بار ديفو كيف ما كان، باش نقول له اسمع بربي لوتيزاتور توتو حطو كانت في التوتو جروب نتاعو. هيك رجعنا كيف ما خدمنا من الاول الكل. سيت فوا سي نحب نخليه في الجروب نتاعو اللي اسمه التوتو، ميت بقينا نحب نزيدو زادا جروب اخر اللي هو جروب الجروب نتاع عبدو بار اكزومبل. دونك كيفاش باش نعملو؟ سودو يوزر مود موا هذه نقصدو بها اباند. اباند معناها زيدو زيادة. اباند وليش نو مش تزيدو؟ مش تزيدو لي جروب،
Mais cette fois-ci, on n'a jamais dit G minuscule. Après G minuscule, il va écraser tous les groupes inexistants. Un G majuscule. Là, j'aime trop l'eau. Asma. Abdou. Ou Toto. Là, il y a. Qui fait Kotlo. Kotlo. Zid, le groupe Hadaya. L'utilisateur Hada. Mais en mode append. Mouche en mode écrasement. T'as aucun. Je n'ai pas ID Toto. Et ben voilà, l'utilisateur Mtai Toto, il appartient aux deux groupes. Il appartient au groupe Abdou, au groupe Toto. Peut-être, c'est un peu bizarre les noms, mais je vais vous dire que je vais vous dire que groupe Ad. Par exemple, le groupe développeur. Attends, Khalil, il me bat vite fait ce dessous. Que je suis connecté. Groupe add dev groupe add par exemple rh groupe dev achat. Ok, donc attends, allez, nous rejoignons. On a un dit ces groupes à donc t'as un habbené zid si le groupe de l'utilisateur Toto est à MTI. نحب نزيدو للجروب ديف والجروب اشا اوكي alors c'est la même comment toujours en user mode moi a en mode append g majuscule باش تعطيه ليست دي جروب نتاعك هكا باش تعطيه تقول له ديف والاشا par exemple لكل utilisateur هذه باش نعمل modification على utilisateur Toto. Donc, on a un ID Toto. Maintenant, on a un Saïd. Un de son groupe par défaut. Il est Toto. Il appartient au groupe Abdou. Il appartient au groupe développeur. Il appartient au groupe achat. B. Donc, nous avons l'utilité de Mtahom. Et il y a Toto. Zito le groupe Abdou. Ça veut dire quoi? Il y a un magnifique utilisateur Mtahom. Il est connecté à l'utilisateur Mtahom. كان مش نعمل par exemple attends نطلع نعمل لهنا عليه cd home هلال نوفاي تاو هذا الدوسي متاعي عبدو شنو هما لي بيرميسيون عليه عنده الاونر اللي هو ليوتيليزاتور عبدو شنو هما لي بيرميسيون متاعه read write execute معناها كي نبدا كونيكتي اون طونك عبدو عندي على الدوسي هذا read write execute نجم نعمل كل شيء. par contre كي نبدا appartient للجروب عبدو يولي عندي read و execute ما نجمش نكتب ما نجمش نصنع دي فيشي دونك لهنا نجم seulement ندخل ونعمل execution وتوا بما انه توتو il fait partie من الجروب عبدو دونك lui aussi il va pouvoir accéder, lire et exécuter sans créer des fichiers ou quoi que ce soit. Donc, il y aura les permissions seulement pour read ou l'execute. Même il y a un utilisateur Abdou. Ok? Bien évidemment, dans le dossier Abdou, on dit rest of the world, read ou execute. Ok? Vous avez un utilisateur l'utilisateur qui de façon numérique à chaque utilisateur هذا يزيد تو من بعد فسخته دونك لهنا نجم نعمل rm و rf يوسر تا 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 دونك سي نورمال اوكي باهي فما اخر مره في السي دي فما دي بتي ديتاي ما عطيتهم لكمش عندك اوكي سي دي خلينا نمشي لهنا ولا علي اخضر خلينا نمشي الاو بي تي اني موجوده في الاو بي تي نحب نمشي اني كونيكتي اون طونك كيل يوتيزاتور نجم بالاي دي نجم هو معي شكون يعني يقول لك انت يوتيزاتور عبدو كان تحط له سي دي هكا مش يهزك ديريكت للهوم دايركتوري نتاع الاوتيزاتور هذا ديجا هانكم شفتوه
هذه التيلد دي ما نقصد بها الهوم دايركتوري بتاع الاتيزاتور هوم كور. اوكي انك ديجا حطك ديريكت في الهوم دايركتوري بتاعك. هذه السي دي تو كور ديريكت يهزك الهوم دايركتوري بتاع الاتيزاتور اون كور. اوكي وفما بار اكزامبل عندي الكوموند هذه سي دي تيغي دو 6 باش يهزني للاخر دايركتوري كنت فيه. انا ديجا توا موجود لهنا في الهوم عبدو، مي قبل هذايا كنت موجود في الاو بي تي. كان نعمل سي دي تيغي باش يهزني لاخر دوسيي اللي هو او بي تي. كان نعاودها مره اخرى سي دي، شنو هو اخر دوسيي كنت فيه قبل او بي تي؟ كنت فيه هذا باش يرجعني ليه اي انسي دو سويت. اوكي هذه سي اون بتيت استوس باهي. هذه الحكايه الكل نتاع لي زوتيزاتور، كيفاش تزيد زوتيزاتور، كيفاش تبدل فيه، كيفاش تفسخه، كيفاش تزيد الهوم دايركتوري نتاعو. شفنا لي بايب كيفاش يتخدموا، شنو عندنا في البلانينغ نتاعنا. وي لي ريديريكسيون، مي لي ريديريكسيون ما عادش عندنا سوفيزون وقت سوفيزون باش نخدموها. بون نخليوها بور دومان. Bon, pour aujourd'hui, je pense que c'est bon. Je ne sais pas, comme je... Attends, on va faire une questionnette. Je n'ai pas le différence entre LL ou LS. Ok, bien. Je n'ai pas le différence entre LL ou LS. En fait, LS, c'est une commande. Déjà, quand je fais le main, LS, je vais faire toutes les options. Par contre, LL, il y a un autre chose. LL, il y a l'équivalent de... ls moins la. ok وكيفاش عرفت ان الشيء هذا خاطر الالل سيت ان اليا كيف ما قرينا اخر مره. كي نعمل اليا هاو هو يمشي يطلع حال الال هي الياس نتاع ls moins al f. بون اونيتمون f majuscule je ne sais pas de quoi il s'agit donc on va voir tous ensemble moins f. Déjà, classify, append indicator, one of tatata, two entries. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas la signification de ça. Mais avec la différence, l'LL c'est un alia, ou l'LS c'est notre commande. Il faut un long listing les permissions à l'owner group. Désolé, Mariam, je n'ai pas le message de Bekri. Ok, donc. هذه مريم هاي جاوبتها. اوكي سي بون. LS ليست uniquement les noms des fichiers ou dossiers du répertoire courant. ونزيد على الكلمه هذه مريم. LS سي فري elle liste seulement les noms des fichiers et dossiers du répertoire à l'exception de deux répertoires spéciaux. هذوك اللي يبداو dot ou two dots. خاطر اخضر كي مش نعمل هيك LS. اوكي مش افيشي لي كل شيء. مي ليترالمون مش كل شيء. خاطر كان نعمل الاسم ال ا شفت تو لي دوسي ولا لي فيشي كي كومونس بار بوين هذوك سي سون دي فيشي ولا دوسي كاشي. ال اس ما تخدمش عليهم ما توريهم لكش. هذه حاجه اخرى زاد على خاطر كي نعملو ال اس قلنا مش توريني هذا الكل. Moi, elle, je t'aurai dit, elle, mais avec long listing, avec les permissions, avec l'utilisateur, le groupe, ainsi de suite. Mais quand je dis l'A, l'A nous sommes all, caché et non caché. Et donc, cette fois-ci, elle va afficher tout. Elle a des dossiers cachés, elle a des dossiers cachés. On parle, je t'ai dit, deux dossiers spéciaux, il y a le point, il y a le current directory, et deux points, il y a le parent directory. Ok? Fin. Ok. Bon, Ajma, c'est bon pour aujourd'hui. Oui. Non, 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 non. Ozer, qui a mal les créations, la manipulation des utilisateurs, on s'en fout complètement. Ah, n'a finalement aujourd'hui pas d'abord. Mané, any Ozer. Hamsh, fin, any tom aujourd'hui, l'année. PWD. User, add. Test. Attends, on va faire sudo user add test. Il va l'ajouter de toute façon.
ديجا كنعمل اي دي تيست على خاطر اليوزر اد هذه الكوموند ماهيش كيف ال اس. ال اس ال فا بروندر اون كونسيديراسيون انت فين موجود على خاطر مش تعمل ديك الليستينغ على الكورنت دايركتوري بار ديفو. اذا كان مش تعطي ال اس هكاك باغ كونتر تنجم تعمل ال اس مش تقول له اني هاني موجود توا لهنا في الهوم دايركتوري نتاعي تنجم تقول له اسمع عمل لي الليستينغ نتاع تي ام بي سي تري سامبل سا فونكسيون تري بيان. باقينا الكوموند يوزر اد ايل سون فو كومبليتمون انت فين موجوده هذا اللي نحب نوصله لك. فما با مال دو كوموند كي سون فو انت فين موجود بالضبط. اوكي دو ريان. اوكي فماش كيستيون اخ بون اذا كان وي فما ابليكاسيون نجم نخدم على التليفون لينكس ولا والله يخسر صعيب برشا. وحتى لو كان فما ابليكاسيون سا فا تيتر ان فري غالير على خاطر فما با مال باغ اكزومبل البايب هذيك كيف مش تكتبها احنا في الكلافي مش تخدم على ال جي ار والسيس دونك بون انت عثمان ظهر لي كي ما بوزي لا كيستيون بون حتى نشوف والله حتى نشوف مي جو بونس با اونيتمون جو بونس با. اوكي فهمش كيستيون اخر بون دونك سور سو نقول لكم نهاركم زين وان شاء الله نتقابلوا ان شاء الله غدوه. اوكي اوكي نهاركم زين سيدي شكرا لك زين.